لهذا اليوم الحادي عشر من رمضان سنة 875 هجرية اعتقل الأمير يشبك الدودار قاضي سويقة السباعيين بالقاهرة مع أعوانه، وتم اتهامهم بالتزوير في قضية وقف وحرمان امرأة من حقوقها، وقد تراجعوا عن الحكم الذي قرروه في تلك القضية، فأمر الأمير يشبك بنفي القاضي وأتباعه، فتوسط لهم بعض العلماء، فعفى عنهم الأمير بشرط أن يعتزلوا القضاء نهائيا. في مثل هذا اليوم سنة 238 هجرية فجاء جيش الروم بقيادة تيودور الرابع ملك الفرنجة مدينة دمياط في مصر بهجوم ليس له مثيل، وكان ذلك في عهد خلافة المتوكل على الله، حيث كانت مصر ولاية إسلامية تابعة لنظام الخلافة. نهب الروم مدينة دمياط ونشروا فيها الفساد وأحرقوا المساجد والدور والمخازن وبقروا بطون الحوائط، لكن المسلمين هبوا لرد المعتدين وطردوهم حتى عادوا إلى سفنهم في البحر، وقد هددت هذه الحملة نظام الخلافة الإسلامية.